السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي صفحة إداري بوايم آر للعقارات بمدينة برشيد. اليوم جينا لكم بهذه السفلية فيها ثلاثة البيوت وصالون. هذا هو الصالون، الباب ديالها بوحدو كتواجد بتزيينة القباج، هي هذه. هذا الصالون، صالون كبير فيه تقريبا 6 متر على 82. الدار مجموعة، الباب ديالها بوحدو. عندنا هاد الدرجات، هادو ها المهابطات كتشوفو طالعات عفوا على الأرض. عندنا هذا الحمام، حمام كبير، هذا هو الحمام، حمام ودوش. هنايا عندنا البيت الأول على الزنقة، هذا هو البيت. وسط الفازة، هذا الصاجم، هذا الزنقة، هذا السقف فيه قبل السامبل لي سبوت. هنايا عندنا البيت الثاني، حتى هو عندو الصراجم على الزنقة، حتى هو فيه لي سبوت. وهادو هما الشريين، عندنا الصرجم على الزنقة حتى هو. بيوت كبار، ثلاثة البيوت وصالون وحمام وكوزينة كيبي ولاكو. هذا البيت ديال النعاس هو، وهذا الناس. عندو السرجم حتى هو مهوي على لاكور، هو هذا الصاج من لاكور. وعندنا هنايا هاد البلاكار، هذا بيت كبير، بارت ماكينات تجزئة القباج، الباب ديالها بوحدو قريبة من جميع المرافق. هذه كوزينة، هذه كوزينة إيكيبي، فيها لاهوت، فيها فورنو، فران، لاكارات، دي إف، ماركة مزيانة. وعندنا هنايا هاد لاكور، هذا هو لاكور كبير. بلاصة الدوش، بلاصة الصابون، بارتنا فيها ثلاثة البيوت كيما صابون وحمام ولاكور وكوزينة. وهذا هو الصالون، جنب طرف على هذا البيوت. وهنايا كاين الدخلة أو لا الباب ديال الفصيل الكبير. مرحبا بالجميع، ومعلومات أكثر من الاتصال بالرقم الهاتفي اللي كيبان على الفيديو.